معلومه اللي عندي انه اهم يعني هو في كذا اخطر لاعب. بص هو في كذا لاعب لما هنيجي نتكلم عن الحالات الفنيه. طيب لما نيجي نتكلم على الطريقه وال هنستعرض اهم الاسلوب اللي بيلعبوا بيه, هنستعرض بيه مفاتيح اللعب في اللعيب بالظبط. طيب تعال نشوف اللعيبه اللي احترفت بقى, او اللعيبه اللي كان ليها تجارب احترافيه في فريق ميديان. فينسنت ترنجا ده راح لعب في ثلاث انديه, ليه ثلاث تجارب, تيران والقادسيه والشباب الكويتي برضه. ده مدافع. جيان فيتال, مازيمبي خط وسط, مهاتشي سان داونز وسوبر سبورت. مهاتشي ده اللي لسه كان بلال بيتكلم عليه, اللي هو الدولي الزيمبابوي. الزيمبابوي مظبوط. كوفي بابل الشمال بتاعهم, وده لعيب حطوا عينكم عليه, ده واحد من اخطر لعيبه في فريق ميديام. كوفي بابل ده التاخر النمساوي, والمنجل سلوفيني جناح ايسر. برناردينهو جيل البلجيكي, وهيست البلجيكي, وتاو الكندي. جوشو جيمانج, فيسكوف التشيكي مهاجم, دانييل لموتي, وفاس طيف الجزائري مهاجم. يعني برضو الشرق يعني في منهم كتير لعبوا في اوروبا, وفي منهم كمان لعبوا في الخليج, وفي منهم لعبوا في انديه كبيره في افريقيا. مظبوط. فهنا بنتكلم على مستوى خبرات مش قليل برضو, تجارب كويسه طبعا. صحيح. وبعدين كمان مش عارف احنا هيجي النتائج او ازاي صعد ميدياما, مش عارف منصف كان مجهزها ان هو اقصى حوريه كوناكري الغيني, وده فريق اعتدنا ان احنا نشوفه في المرشح للسوبر ليج. بالظبط. اوراي كوناكري كان واحد من 8 فرق المرشحين للمشاركه. بالظبط. وكان متواجد بصوره كبيره جدا. اوراي كوناكري اقصى ميدياما, اقصى حوريه الغيني من البطوله. وحوريه الغيني كان بقاله فريق, بقاله سنوات كبيره بيشارك وبيصل لدور المجموعات, وكان بينافس كمان في اوقات كتير على بطاقه الصعود. فواضح ان لا, ميدياما عندهم حاجه هنتكلم عنها طبعا في الشرح الفني يعني. طيب تعالى نروح مع بعض لتوقيتات استقبال وتسجيل اهداف فرقه ميدياما. النقاط اللي بينشط فيها ميدياما هجوميا, والنقاط اللي بيبقى فيها الفريق مختلف فيها دفاعيا. معدل استقباله, هنبدا بمعدل استقباله الاهداف. يعني من دقيقه 10 للدقيقه 20 اول ثلث ساعه تقريبا بيستقبل 17% من نص الاهداف اللي بيستقبلها في اول ثلث ساعه, في اول نص ساعه. يعني احنا عندنا 17% من الدقيقه 10, من الدقيقه 11 للدقيقه 20, ومن الدقيقه 21 للدقيقه 30. يعني هو تقريبا المعدل مستمر 17% دي بدأ من الدقيقه 11 للدقيقه 30, يعني 20 دقيقه نفس المعدل 17%, بينخفض شويه من الدقيقه 30 للدقيقه 40, بينزل ل 8%, واخر 5 دقائق في الشوط الاول ما بيستقبلش الفريق اهداف. عندنا كمان رقمين غراب جدا, يعني من الدقيقه 50 للدقيقه 60 بيرتفع تاني معدل استقبالهم الاهداف 17%, ومن الدقيقه 70 للدقيقه 80 نفس معدل الاهداف 17%, والدقيقه 80 الارقام دي للدقيقه 90. الارقام دي خلينا نقول انها مبنيه على 12 هدف اللي استقبلهم فريق ميدياما في الدوري. بالظبط. يعني هم متوزعين تقريبا بشكل متساوي, ان اول ثلث ساعه واول 10 دقائق من الشوط الثاني, ومن الدقيقه 70 للدقيقه 80 ايضا في اواخر المباراه. طيب نروح لمصطفى ونشوف معدل تسجيلهم بقى للاهداف, واحنا يمكن قلنا ان هم سجلوا 11 هدف في الدوري, في النسخه دي من الدوري. شايف اعلى معدل ليهم في ما بين الدقيقه 50 والدقيقه 60, وهنا برده حاجه غريبه جدا لان هو برده استقبالهم الاهداف كان في نفس التوقيت برده, فدي برده حاجه ملفته ان هم شكلهم بيهاجموا بشراسه في الوقت ده في اول ربع ساعه في الشوط الثاني. 27% دي اعلى نسبه ليهم. اخر طبعا 5 دقائق في الشوط الاول 18%, ومن الدقيقه 61 للدقيقه 70 9%. وما بيفنشوا الشوط الاول بشكل قوي جدا, وبدايه الشوط الثاني بشكل قوي جدا. بالظبط. طبعا بدايه الشوط الاول بيبين جدا ان هم يعني ما فيش ضغط, فواضح جدا ان هم اصلا بيلعبوا بطريقه دفاعيه, بيلعبوا ب 5-3-2, فده يبين حتى في اول ثلث ساعه, باين جدا من طريقه لعبهم حتى في استقبالهم او حتى احرازهم الاهداف. طيب انا عارف ان مهمه التنقيب على معلومات او طريقه او اسلوب لعب ميدياما هتبقى مهمه شاقه جدا, لكن بلال واحمد مجهزين لنا بعض الحالات كده اللي ممكن من خلالها نستكشف اسلوب او طريقه لعب ميدياما الغاني, ونحاول نقرا كده مواطن القوه في الفريق ايه ومناطق الضعف في الفريق في نفس التوقيت. انا متاكد طبعا وراهن على ده من دلوقتي انه بالتاكيد مش هيغامروا في مواجهه الاهلي على ملعبه في القاهره, خصوصا دي اول مباراه ممكن يبقى ادائهم متحفظ بشكل كبير جدا, لكن تعالوا نشوف طريقه لعبهم واسلوب لعبهم.
يعني بص يا احمد، يمكن في البدايه فريق طيب طبعا ده صوره ليهم وهم بيستعدوا رحله السفر في القاهره، اللي قلت لحضراتكم المفترض ان شاء الله ان هم هيوصلوا القاهره في يونيفورم وفي في الوان. هم بيحبوا اللون ده جدا، خلي بالك يعني حتى الوان التيشيرتس بتاعتهم كلها نفس اللون اللي بيشاركوا بيه، فواضح ان هم المدير الفني بتاعهم النهارده قال ان انا واثق ان احنا مش هنخسر من النادي الاهلي، يعني تصريح يعني بيرفع من معنويات لعيبته طبعا قبل ما يجوا القاهره، لكن انا متاكد ان هم هنا يعني ما اعتقدش ان يبقى في مساحه مغامره. لا طبعا فلا هو يعني يمكن يا احمد في برضو عندهم بعض الجوانب الايجابيه، الشكل يعني هم فريق منظم. دكتور اوبن النهارده امبارح في تجربه بتتعمل شبه سيمبا شويه الى حد كبير، يعني طبعا سيمبا ظهر موسمين ثلاثه، فبقى النهارده الناس بتتكلم على سيمبا باحترام كبير جدا، وصحيح ما حققش لقب، لكن في النهايه انت بتتكلم على واحد من الفرق المميزه جدا على مستوى القاره. واضح جدا من كلام دكتور اوبن امبارح معايا رئيس النادي ميدياما ان هم بيحاولوا يستنسخوا التجربه دي، ومن الصور اللي انا شايفها او شكل الفريق واضح انه في امكانيات كمان يعني بتدعم الفكره ده او الطريقه دي في التفكير. انا طبعا بحييك في الاول طبعا وفريق الاعداد على المداخله بتاعت رئيس النادي، لان انا شفت ليها صدى كبير على السوشيال ميديا امبارح، والكل تناقل التصريحات اللي ادلى بيها طبعا، فده حاجه لازم احييك عليها يعني انت وفريق الاعداد. الفريق احمد عنده حاجات ايجابيه كتير، ولكن السلبيات عنده اكتر، يعني عنده مشاكل دفاعيه كبيره جدا، عنده حارس مرمى بيرتكب اخطاء كبيره جدا، حارس مرمى عنده 21 سنه لسه ما عندوش الخبرات الكافيه، عندهم سوء انتشار وسوء تمركز كبير جدا، ويمكن احمد مصطفى هيتكلم دلوقتي عن الحالات الدفاعيه وازاي بيتمركزوا بشكل خاطئ، ولكن عندهم بعض النقاط الايجابيه اللي ممكن تشكل خطوره. هم بيعتمدوا في كل لعبهم على اللاعب رقم 3 اللي هو جوناثان اسوا ومهاتشي الجناح الموزمبيقي او الجناح اللي من زيمبابوي، الاثنين دول هم العقل المفكر في التحولات الهجوميه، بيدعمهم بشكل كبير جدا ظاهري الجنب قمر الدين اللي هو الظهير الايمن، وده لاعب مميز جدا وبيتميز بالكروسات وبالانطلاقات الهجوميه الكبيره، وعندهم حميدو فاتو الظهير الايسر اللي احيانا بيشارك كجناح. حميدو فاتو عامل 3 اسيست السيزون دوت، اتنين اظهره عندهم المهام الهجوميه بيقدروا يؤدوها بصوره مميزه، اتنين في وسط الملعب جوناثان سوا